تحيه لكم مشاهدينا، وهذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم المشهد، تاتيكم من قناه انير الاخبار. مشهد اليوم ينفتح على الاراضي الفلسطينيه المحتله، ولكن من خلال الجهود المصريه الراميه الى رأب الصدع الفلسطيني، والتي تمثلت في الزياره التي قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصري الى غزه في سبيل اقناع الاطراف الفلسطينيه بالتلاقي الاسبوع القادم في القاهره، املا في التوصل الى توافق فلسطيني يمكن ان يدعم اولا وقف اطلاق النار الذي قادته القاهره منذ ايام، وثانيا يمكن ان يؤدي ايضا الى انطلاق مسار سلام موحد اسرائيلي فلسطيني يمكن ان ينجم عنه إقامة الدولة الفلسطينية، والتي تدعمها الإدارة الأمريكية الحالية أو على الأقل ظاهريا. حول هذا الموضوع أو قبل أن ننهي هذه المقدمة، هناك حراك حدث مؤخرا في منتهى الأهمية على الساحة الإسرائيلية، بموجبه تم تنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحساب تحالف جديد قاده يائير ليبيد، وبنت استطاع هذان الشخصان السياسيان أن يكون تحالفا إسرائيليا أطاح بتيار الليكود بقيادة نتنياهو، وهو يستعد الآن لتكوين الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وهذا التيار للمرة الأولى في التاريخ، تاريخ الكيان الصهيوني، يتم ضم حزب عربي إليه وهو القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس. حول كل هذه التداعيات الفلسطينية الإسرائيلية، وهل ما حدث في إسرائيل هو لصالح مسار السلام ومسار الهدنة الحالية أم أنه ضدها، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة الأستاذ إسلام كمال رئيس التحرير التنفيذي لمجلة روزا يوسف. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة تتويجا لجهود مصرية مكثفة وتحركات مدروسة للعمل في كل الملفات الفلسطينية بما يضمن تحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، وذلك عبر خارطة طريق واضحة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد رؤية موحدة للتعامل مع القضية الرئيسية. وتقوم مصر بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة. الدور المصري في الملف الفلسطيني لا يمكن إغفاله بحكم العلاقة التاريخية بين الدولتين، وباعتبار أن قطاع غزة تحديدا هو مسألة أمن قومي لمصر. وأكد الرئيس السيسي ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته. كما لفت إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. هذا وقد أبلغ رئيس حزب هناك مستقبل يائير ألبيد الرئيس الإسرائيلي بنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن وقعت الأحزاب المشاركة في الائتلاف على الاتفاقات الخاصة بذلك.
وبموجب الاتفاق سيتولى رئيس حزب يمين المتطرف نفتالي بنت رئاسة الحكومة أول عامين، ويكون يائير لابيد رئيس الوزراء المناوب على أن يتولى بعد سنتين رئاسة الحكومة الإسرائيلية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ إسلام كمال رئيس التحرير التنفيذي لمجلة روزاليوس. مرحبا بك، وكيف ترى إمكانية حدوث اختراق في الخلاف الفلسطيني في لقاء القاهرة القادم؟ شوف حضرتك، احنا بالفعل عملنا الاختراق دوت، وأتصور ان احنا لولا التقريب بين الفصائل الفلسطينية المختلفة رغم الخلافات الفرعية المؤصلة منذ سنوات، أتصور أن احنا ما كناش وصلنا لهذا المربع اللي احنا وصلنا له خلال هذه الفترة الأخيرة. لكن لازم أقول لحضرتك اللي احنا قدامنا أسبوعين في غاية الصعوبة إذا كان إسرائيليا أو فلسطينيا، لأن حتى دلوقتي خلال الساعات الأخيرة بعد صلاة الجمعة حدث اشتباكات مجددا، والجيش الإسرائيلي كمان بيقوم ببعض الاستفزازات، ومن ناحية تانية الفصائل الفلسطينية أيضا بتتورط في هذا الإطار. فاحنا قدامنا سيولة بشكل أو بآخر لإعادتنا لمربع المواجهة باستفادات إقليمية وداخلية في هذا الإطار. التقرير بتاع حضراتكم أفاد إلى السيولة أيضا السياسية في المشهد الإسرائيلي اللي خلاص أنهت حقبة نتنياهو بشكل كبير، وبتقدم لنا واحد يميني جديد هو نفتالي بنت، أكثر يمينية، وهو بالمناسبة هو يعني بيسمى بنتنياهو الجديد لأنه هو تلميذ نتنياهو، كان قبل كده مدير حملته الانتخابية، وأغلب القيادات الحكومة المرتقبة بالمصادفة هي كلهم لو صح التعبير أولاد نتنياهو. إلي تشاكيد اللي هي رقم 2 في بعد نفتالي بنت اللي هتبقى وزيرة القضاء، ودي من ضمن الوزارات المهمة جدا، لأن كمان نتنياهو متهم وعنده 4 قضايا فساد، من المرشح أنه يخش السجن، فهتبقى حامية ليه لأنها كانت قبل كده مدير مكتبه، وأفيجدور ليبرمان كان برضو مدير مكتبه ومدير الحكومة بتاعته. حامية ليه بمعنى أن القضاء الإسرائيلي مسيس؟ طبعا ده كان من ضمن الازمات بالمناسبه في تشكيل هذا الائتلاف اللي بعض بيعتبره هش، انا ما اعتبروش هش بسبب المصالح، هو التشكيلات والنسب التشكيلات ما بين الاحزاب المشكله للائتلاف في لجنه ما يسمى بتعيين القضاه، لان دي من ضمن اللجان المهمه جدا، وكمان بسبب الازمه القضائيه اللي عند نتنياهو وبعض المسؤولين الاسرائيليين في غايه الاهميه في هذه الايام. مصريا لو احنا بنتكلم مصريا، احنا قدام عقليه جديده، بس برضو رغم نهاية حقبة نتنياهو بشكل كبير، احنا قدام استمرار اللي ممكن دماغ نتنياهو لو صح التعبير، لان كلهم من تربية نتنياهو، جدعون سعر حتى المنشق عليه كان واحد من ضمن اهم المقربين نتنياهو، كلهم عارفين عقلية نتنياهو، فبالتالي كلهم عندهم قلة مواجهة سياسية وخبرة سياسية، ففي الفترة الاولى مثلا ممكن يمشوا بدماغ نتنياهو اللي هو علمهم عليها بعض المزايدات يعني المتوقعة في هذا الاطار، خاصة ان الشارع الاسرائيلي مليان بالسخونة دلوقتي ما بين مظاهرات مؤيدة ومظاهرات معارضة، وبتعتبر دوت انقلاب على المعسكر القومي الصهيوني، فاحنا هنشوف في الفترة الجاية طيب تغييرات كبيرة. سنحلل الساحة السياسية الإسرائيلية، ولكن دعنا نعود مرة أخرى إلى الساحة الفلسطينية. ما هي العراقيل التي يمكن أن تؤدي إلى عدم حدوث توافق خلال لقاء القاهرة الأخير، وما أكثر اللقاءات التي عقدت بين هذه الفصائل والسلطة الفلسطينية في القاهرة، ويعني لم يحدث اختراق كبير يمكن أن يؤدي إلى تقارب وتوحد في السلطة الفلسطينية؟ شوف حضرتك، مصر يعني على غير كل مرة، هي طبعا زي ما حضرتك بتقول كان في جولات كتيرة، لكن مصر دلوقتي بتفكر بشكل غير اعتيادي، حتى احنا كان قبل كده بنتكلم على فكرة ان احنا وسيط فقط، احنا دلوقتي اتصور بين قوسين تورطنا لصالح مصالح ما
احنا عايزين نحققها، واختراقات استراتيجية بنحققها بالفعل، واحنا دلوقتي بنخش كعنصر اساسي في القصة. وانا مش عايز نصدر فكرة ان القطاع غزة كان قبل كده تحت الادارة المصرية، لان دي استفادة لاسرائيل. اسرائيل عايزة تورطنا رغم هي المحتلة وفق القانون الدولي، هي المسؤولة المفروض عن قطاع غزة، بالتالي مصر بتتدخل لصالح مساعدة الفلسطينيين لكن في اطار محدد. يعني احنا دلوقتي بندخل لغاية دلوقتي القوافل شغالة، اذا كانت مساعدات انسانية او معدات ثقيلة يستفاد بها في هذه المرحلة في رفع الأنقاض أو خلافه لإعادة الإعمار بشكل كبير. احنا لغاية دلوقتي قدمنا مساعدات إنسانية وخلافه بقرابة المليار دولار، وليس نصف المليار دولار المالي المباشر اللي احنا قدمناه قبل كده. أتصور في الجولة دي بالذات اللي احنا هنترقبها خلال الساعات الأخيرة، مصر بتؤكد على فكرة أن الانتخابات أمر في غاية الأهمية، الحجة الأساسية إذا كانت إسرائيلية أو دولية على فكرة أنه ليس هناك شريك فلسطيني منتخب يقعد على أي مائدة مفاوضات، وكان في انتخابات قبل كده بس نتنياهو هو اللي طب بمناسبة الانتخابات فيما يبدو أن يعني السلطة الفلسطينية البعض المحللين يرونها غير راغبة في إقامة هذه الانتخابات، خاصة أن إسرائيل تعيق مسار انتخابات القدس، هل هذا الكلام سليم؟ أنا بالعكس أنا برى الزاوية المختلفة، لأن الانتخابات دي كانت هتكشف حماس على حقيقتها وقد إيه الشعب الفلسطيني إذا كان في رام الله أو في الضفة خلاص بقى كشف الإخوان على حقيقتهم وخلاص كان يعني خلاص هيحطهم في المربع الحقيقي. جميل جميل، لماذا أجلت الانتخابات إلى أجل غير مسمى ولم يحدد خط أحمر مثلا ويضع إسرائيل أمام العالم في مأزق؟ يعني لماذا لم تقل السلطة إن الانتخابات ستؤجل إلى مثلا يوليو القادم؟ هو الفكرة برضو وما فيها ان أبوازن دلوقتي لو كان قرر ان يكون في انتخابات من غير القدس كلنا او اغلب الناس يعني هتتهمه بالخيانة، لانه كده تنازع عن القدس وادى ختم اساسي للاسرائيليين بنفاذ قرار ترامب رغم اللي هو ماشي فيما يسمى في اطار صفقة القرن، وتكون بذلك القدس الموحدة هي عاصمة لاسرائيل. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هو ما كانش في قدرته ان هو يحدد ميعاد، افرض حضرتك دلوقتي هو يعني قال ميعاد مثلا في نهاية يونيو وفي الاخر ان الميعاد ده اتكسر، فبالتالي الموقف المؤسسات السلطة طيب اتكسر الصينية. قيل ان هناك او عفوا المقاطعة لاننا نتحاور يعني قيل ان هناك حلولا بوضع صناديق للانتخابات في المساجد في يعني هناك اختراقات يمكن ان تحدث بالتحايل على الاحتلال الاسرائيلي. هو ليه التحايل؟ الموقف هنا هو تأكيد على السيادة. أنا لو حطيتها في مؤسسات دبلوماسية أو حطيتها أو في مساجد زي ما حضرتك بتقول أو كنايس أو حتى عبر البريد، ده كله تحايل زي ما حضرتك بتقول، بس ليس تأكيدا على السيادة. ودي نقطة تاريخية، أنت لو نفذت الكلام الإسرائيليين زي ما هما بيقولوا خلاص القدس مش معاك، أنت خلاص عملت الانتخابات ووصلت للشرعية. لماذا يعني لماذا إذا كان أهل القدس قد قالوا يعني آراءهم في المساجد أو في الكنائس بدلا من صناديق الاقتراع؟ يعني هذا سيكون اعتمادا رسميا لآراء الشعب في القدس. هو مين اللي قال حضرتك ان اسرائيل كانت هتسيب الكلام ده؟ اذا كان دور السلطان بتاعنا ستنكشف امام العالم يعني سيرى الجنود الاسرائيليون وهم يدخلون ويقتحمون المساجد ويقتحمون الكنائس، يعني ستوضع اسرائيل وستحرج اكثر امام العالم. طيب هذا ما يقوله بعض المحللين. انا مع حضرتك، خليني وصلنا لفكره مربع الاحراج الاسرائيلي، هل ده اللي انا عايز اوصل له؟ انا عايز اوصل لتاكيد السياده الفلسطينيه على القدس الشرقيه، واتصور ان هو هتنتهي القصه الى مواجهات شبيهه اللي حصل في حي الشيخ جراح او الاقصى، وفي الاخر هتنتهي الامور الى هذا السياق. المستفيد طب الوحيد البديل الموجود حاليا هو تاجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى؟ لا بالعكس، كمان انا هوصل لك واحد من اهم محاور اندلاع المواجهه الاخيره هي استفاده اسرائيليه وحمسويه من تاجيل الانتخابات، لان المستفيدين الوحيدين من تاجيل الانتخابات هم الطرفين دول، نتنياهو او الحمسويه، لان الانتخابات كانت هتتراجع بشكل كبير فيها حماس
وكمان الاسرائيليين كانوا هتنتهي فكره اللعبه اللي بيلعب بيها نتنياهو اللي هو مسيطر على القدس، وهو كان بيسمى بملك اسرائيل بسبب هذه المواقف المتطرفه. فبالتالي كان الموقف كان صعب بالنسبه لابو مازن، بس كان لازم ياخد القرار دوت، لانه كان بالتبعيه كان هيبقى هو في موقف صعب، وكمان مكسب كبير جدا للاسرائيليين، وكان هيتلعب عليه. على فكره الاخوان في الحالتين كانوا بيهاجموا ابو مازن، لو كان تنازل عن الانتخابات هيقول لك انت تنازلت على القدس، لو كان عمل انتخابات هيقول لك انت برضه تنازلت عن القدس، وفي الحالتين هيهاجموه. الفكره وما فيها انا طب كيف ترى الحل من وجهه نظرك يعني كمحلل سياسي الان كيش مالك؟ يعني لا هناك كيش مالك لصالح مين؟ لا لا، اللعبه دلوقتي لعدم صالح اجراء الانتخابات الفلسطينيه. اللعبه دلوقتي والقرار ولاول مره منذ فتره كبيره في يد مصر، إذا كانت على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب الفلسطيني، وبالتالي على الدولة المصرية، وهي الحمد لله المؤسسة المخابراتية، المؤسسة الدبلوماسية والمؤسسة الرئاسية عاملين شغل هايل جدا غير تقليدي في هذا الملف بالذات، وأعدنا إلى المشهد وأعاد القضية إلى المشهد وأعاد فكرة المدرسة المصرية في التطبيع المتزن وليس التطبيع المهرول كما يفعله الخليج أو أفريقيا المسلمة. وبالتالي الرسالة الوحيدة اللي كانت لمصر من العالم أن القضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس كل الأزمات في الشرق الأوسط. البعض لما كنا نسمع إلى كلام المصريين في هذا الإطار، لكن الموقف الأخير دوت أثبت حقيقة كلام الرؤية المصرية، وبالتالي الدعم الدولي كله جاي لنا من هذا الإطار. غير لو تفضلت لو فتحنا الرؤية بشكل أو بآخر، النكاية الأمريكية الصينية في السيطرة على الأقاليم المؤثرة على العالم دي برضو بتفيد بشكل أو بآخر بروازة الصراع الفلسطيني. قبل أن نتجه إلى الشأن الدولي وتأثيره على القضية الفلسطينية الإسرائيلية، طيب هل مصر بدورها البارز في هذه القضية، هل الجانب المصري عنده قدرة على إقناع إسرائيل بأن تترك الانتخابات الفلسطينية، خاصة الإدارة الجديدة، أن تقام حتى كما تقول أنت حتى ينحى الطرف الذي لا يستحق أن يقود الفلسطينيين؟ صحيح. بص، الأول مرة برضو من فترة كبيرة مصر تجاوزت فكرة الطلبات أو الإقناع إلى مربع الأمر، وده حقيقي. انا مش عشان محلل مصري بقول هذا الكلام، انا ممكن كل المتابعين بيقولوا كده. الامر على من؟ على الطرفين، على الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. يعني مثلا دلوقتي اسرائيل كانت طالبه في الربط ما بين صفقه تبادل الاسرى واعاده الاعمار، مصر رفضت ده حتى قبل مراجعه الفلسطينيين، مصر رفضت ده تماما، هي قالت لك نمشي في المسارين المتوازيين بس ما توقفليش الدنيا. وده اللي حاصل فعلا، ان مصر دلوقتي بدا عمليه اعاده الاعمار فعليا على الارض، وصفقه تبادل الاسرى لسه ما بداتش. يبقى مين اللي بيمشي كلامه دلوقتي؟ القاهرة وليس تل أبيب، وده غير اعتيادي، خلينا واقعيين ومباشرين، ده غير اعتيادي. وبالتالي على النسق الآخر مصر برضو بتمشي كلامها على الفصائل الفلسطينية في غزة، رغم أن في تأثيرات إقليمية إذا كانت من قطر أو تركيا أو إيران أو خلافه على هذه الفصائل شئنا أو أبينا، وبرضو بعض الأشقاء اللي بيقولوا علينا علوم أشقاء هم في الآخر يعني أفعالهم أفعال أعداء. فبالتالي إحنا تغيير رؤيتنا دوت حقق لنا مكاسب كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة. إذن من خلال هذه الأوامر أنت تتوقع نجاحا باهرا للاجتماع القادم في القاهرة، أن الفصائل ستتفق مع السلطة الفلسطينية، ستكون هناك رؤية موحدة فلسطينية تستطيع من خلالها مصر أن تأمر كما تقول إسرائيل أن تترك الانتخابات الفلسطينية تقام في السلطة في القدس الشرقية. طبعا هيبقى يعني محور في غاية الصعوبة، وهنحتاج فيه لدعم دولي وبالذات الأمريكان. وأنتوني بلينكن لما جه هنا عمل مؤشر في غاية الأهمية، قال بلغ الإسرائيليين حتى قبل الفلسطينيين بأنه هو هيفتح أو واشنطن يعني هتفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وده مؤشر في غاية الأهمية أن القدس الشرقية ليست تابعة لإسرائيل، وده بينهي قصة صفقة القرن، وده دافع لينا أن الانتخابات الفلسطينية إذا كانت تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني تتم في القدس الشرقية. طبعا عند هذه النقطة، هل يعني هل أنت تتحدث عن تعاون أمريكي مصري لدفع إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية؟ طبعا، ولسه كان حتى كمان البيت الأبيض بينهي بقى حقبة نتنياهو بشكل رسمي، وقال لك أنا ممكن أتعاون مع أي
رئيس وزراء، واستدعى جانتس اللي هو من ضمن الأعداء اللدودين لنتنياهو بكده. أمضى بايدن كده، مضى خلاص نهاية فترة نتنياهو بكل الإعاقات اللي هو كان عاملها. ده لا يعني الحكومة زي ما احنا اتكلمنا هتبقى يعني الجاية يعني هتبقى سهلة معانا في التعامل، بس أتصور أنها هتتأمر وخلف قوي قلة الأبعاد السياسية عندها أو الخبرة السياسية، أتصور أنها تاخد قرارها بشكل أو بآخر من واشنطن، ويكون لبيني جانس اللي هو وزير الدفاع لا يبقى مستمر دور أقوى من يكون وزير دفاع. رئيس حزب أزرق أبيض الذي دعم نتنياهو في الفترة يعني السابقة، هو دعم نفسه عشان يبقى هو كان سايبها يتبادل معه رئيس وزراء، ولكنه قفز إلى المعسكر الآخر ليثبت نتنياهو. صحيح حضرتك، هو دلوقتي هذه هي السياسة غالبا يعني. طيب جيد جدا، دعنا يعني نتعامل مع السيناريو الأفضل والأسوأ أيضا، سنأتي إلى الأسوأ يعني من خلال رؤية معينة. إذا نجحت لقاءات القاهرة في توحيد الرأي الفلسطيني وحصلنا على توافق فلسطيني للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وضغطت الولايات المتحدة مع مصر على إسرائيل لبدء انتخابات، نفتالي بنت أنت تقول أنه قد يكون يعني في نفس مستوى نتنياهو، هل سيساعد على هذا المسار أم أنه سيعيقه؟ لا طبعا، هو ده اللي أنا أشرت لحضرتك بيه، أن بيني جانس سيكون وزير أكثر من وزير دفاع، ممكن يكون هو وزير رئيس الوزراء في الظل، فبالتالي هيكون الأوامر لواشنطن مباشرة في هذا الإطار، وطبعا هتبقى فيه سخونة وهيبقى فيه اشتباكات وهيبقى فيه معطلات زي اللي حاصل دلوقتي، ان المستوطنين خلال الأيام الأخيرة ناموا في الشارع عشان يوقفوا أي مساعدات جاية بتعبر من خلال المعابر اللي بين إسرائيل وغزة، إذا كان إيرز أو كرم أبو سالم، فهم ناموا في طريق، فإحنا متوقعين أكتر من كده كمان، وكمان في مناوشات هتستمر لغاية طول الأيام الجاية، هتستمر المناوشات دي عشان يوقفوا أي تقدم في هذا الإطار. وعايز أقولك برضو أن المجتمع الإسرائيلي يميل كثيرا إلى ما بعد اليمينية، لو كان في ما بعد اليمين لأقصى اليمين، ومش مستعدين لدرجة أنهم بيعتبروا اليسار اللي هو أساسا في مربعات ضعيفة جدا أعداء لإسرائيل، فما بالك هيعملونا إحنا إزاي؟ فلازم نتوقع أن الأمر هيبقى في غاية الصعوبة، إحنا في فترة مفصلية حقيقية وليس كلام مبالغ، بس أتصور أن مصر بضغط الدولي أتصور أن إحنا ممكن نوصل لمربعات ما وصلناهاش قبل كده، بس المهم أن البعد الأيديولوجي إذا كانت إيران أو الإخوان التنظيم الدولي الإخوان يعود ذلك، وأتصور التجارب الناجحة لمصر إذا كانت مع الليبيين، إحنا عملنا إخوان ليبيا وتركيا ونجحنا معاهم، وده وعملنا دلوقتي قطر ونجحنا معاهم، وأتصور إن إحنا عملنا اختراقات استراتيجية ما كانتش في الرؤية المصرية أو في المدرسة المصرية التقليدية قبل كده، فعشان كده حققنا نجاحات. لو اشتغلنا على ده وكملنا عليه أتصور إن إحنا هنوصل لمساحات غير تقليدية. هل تتحدث عن أن الإخوان هؤلاء هم واقع في 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 المنطقة ويجب التعامل معهم؟ يعني أنت تتحدث عن إخوان ليبيا، عن إخوان تركيا، إخوان كمان أنت تحدثت في الكواليس قبل الحلقة عن إخوان إسرائيل، أنت تحدثت عن القائمة العربية الموحدة التي انضمت إلى هذا التحالف الذي سيقود المرحلة القادمة في إسرائيل برئاسة منصور عباس على أنه تحالف إخواني داخل إسرائيل. شوف حضرتك كلام حضرتك في غايه الاهميه محتاج كذا رد. فيما يتعلق بتعامل الدوله المصريه مع الاخوان، فهي بتتعاون مع كذا نوع من انواع الاخوان، اذا كان اخوان ليبيا او اخوان تركيا او اخوان قطر او اخوان غزه. نعم. انما احنا موقفنا واضح ومباشر من الاخوان الهاربين اذا كانوا في قطر او تركيا، وده على فكره عامل خلافات كبيره جدا في المعسكر الاخواني. لو هدي لحضرتك مؤشر عليه اسماعيل هنيه ويحيى السنوار اللي هم قيادات حماس الداخليه او الخارجيه، لما شكروا كل الداعمين ليهم في أزمة الحرب لم يشكروا تركيا، لأن تركيا كانت واخدة أو لازالت واخدة موقف من الإخوان الهاربين ليها بضغوط من الدولة المصرية. في يعني مشاكل في المشهد الإخواني الداخلي والخارجي مصر مستغلاه بشكل أو بآخر خلال الفترة اللي فاتت، وده عمل لنا نجاحات كبيرة جدا. وإحنا ضاغطين في هذا الإطار، والإخوان بتوع غزة فاهمين دوت بشكل كبير، عشان كده إحنا قادرين نحقق نجاحات معاهم. لو حضرتك بتكلمني على فكرة
إخوان إسرائيل، وأنا اسمح لي كنت متحفظ على فكرة أن حزب يعني عربي يعني فرحنا أن هناك أمل أن يمثل التيار العربي، خاصة بعد الهبة التي هبها عرب 48 في الداخل الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأخيرة، أو أيا كانت ما تسمى به الهبة الأخيرة، كان في القلب منها عرب 48 في إسرائيل. فرحنا أن يعني هذا التيار وصل إلى الحكم ليعبر عن نفسه. ملاحظات في غاية الأهمية خليني أبين للناس الفارق ما بين التيار العربي اللي حضرتك بتسميه أو التيار الإخواني. هدي بس ملاحظة حدثية عشان بحب أتكلم بالمواقف. منصور عباس اللي هو رئيس إخوان جنوب إسرائيل النقب بالذات، هو أو الحركة الإسلامية الجنوبية زي ما هما بيسموا نفسهم، أول واحد التقى القيادات الصهيونية في عز ما تسميه حضرتك بالهبة أو الانتفاضة العربية، في عز ما كانوا بيقتلوا في إخواتنا في من عرب 48 في المدن العربية المختلطة إذا كانت اليافة أو عكا أو حيفا أو اللد، وكان عمل موقف جامد جدا بسبب دوت، لدرجة أن العرب طلعوا عليه وبقى هو كمان مسجون في بيته مش قادر يواجههم، والحزب بتاعه اللي هو اسمه القائمة العربية الموحدة انقسم على نفسه بسبب موقفه ده. اللي أنا عايز أقول حق عليه ولازم الناس تاخد بالها من الحكاية دي، أن إخوان إسرائيل اللي طلعهم أساسا في الفترة الأخيرة نتنياهو عشان يعمل ما يسمى بالفورتينة ما بين القائمة العربية المشتركة اللي هي التيار العربي القومي الوطني ما بين عرب 48 أو فلسطيني الداخل، ولأنهم كانوا وصلوا 15 مقعد في الكنيسة الأخير، يعني القوة الثالثة في المشهد السياسي الإسرائيلي. وللأسف هو حقق الفورتينة ونجح فيها ووصل دلوقتي القائمة العربية المشتركة إلى 6 فقط، والقائمة العربية الموحدة اللي هي الإخوان إلى 4. المفارقة الأكثر بقى إن الإخوان نزلوا من مركب نتنياهو كعادتهم بالتلون يعني، ودخلوا في المركب المضاد ليه وقعدوا مع هو دلوقتي بيتصور منصور عباس بيتصور على سجادة الصلاة، ومن ناحية تانية بياخد بركة الحخامات والمستوطنين، ونفتلي بنت اللي هو في غاية اليمينية ده بيصدر منصور عباس على أنه هو راجل معتدل، ولأنه قال قبل كده منصور عباس الإخواني قال على الأسرى الفلسطينيين أنهم إرهابيين، واخد قالك حضرتك إرهابيين، فلازم ناخد بالنا من المواقف. وبالمناسبة العرب عرب 48 في الداخل يرفضونه والفلسطينيين يرفضونها أيضا. والمفارقة الأكثر برضو أن إخوان غزة وإخوان رام الله بس هم متراجعين يعني ما بيتكلموا بشكل أو بآخر أغلبهم يعني عن المواقف بتاعت منصور عباس، لأنه ما سايبين مساحة. تعرف برضو الإخوان مهما عملوا في بعض في مساحات ما بينهم أيديولوجية لرجعة. فأنا حابب أن الناس ما تقولش حزب عربي على القائمة العربية الموحدة، لأنه حزب إخواني متلون اللي قدمه للمشهد الإسرائيلي هو متصهين وليس متلون. يعني هو أنت تقول أنه ده حقيقي. أنه يعني أنا فيما أنا ليه توصيف الإخوان عن هم صهاينة الإسلام، فهو ده أثبت أهم تجربة لصهاينة الإسلام هو الحزب دوت. وبالمناسبة برضو عشان الناس تاخد بالها كلها، هم بيصدروه على أنه هو الصورة الإسلامية المتحررة القابلة للكيان الصهيوني أو الدولة الإسرائيلية عموما يعني، والاستيطان وأنه هو الرجل اللطيف الحبوب. لازم ناخد بالنا من هذا الإطار. طيب دعنا ننتقل بكل هذه الحقائق إلى الأستاذ أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات القدس للدراسات المستقبلية. مرحبا بك، وإذا كنت تابعتنا منذ البداية يتحدث ضيفي عن أن هذه القائمة العربية الموحدة هي ليست ممثلة لعرب 48 بالقدر الكافي، لأنها أميل إلى الصهيونية منها إلى تمثيل عرب 48. ما هي الحقائق وكيف تتعاملون أنتم في الداخل مع هذه يعني هذه الحقيقة أو هذا الادعاء؟ تفضل. مساء الخير للجميع. استمعت إليكم لما تفضلتم به. ما أريد أن أضيفه بهذا المجال، أولا أنه عباس منصور اللي هو رئيس القائمة العربية الموحدة كان متفقا مع نتنياهو من أجل أن يدعم حكومته، ولما ذهب نتنياهو اتفق مع لبيد بشروط أقل يعني بثمن أقل إذا بدك. هذا أولا. ثانيا نعم كانت له مواقف بارعة السوء، والاتفاق مع نتنياهو واتفاق مع لبيد لا يحظى بإجماع عربي في داخل الشعب العربي الفلسطيني في إسرائيل. ثالثا وهذا يجب أن أوضحه،
ويجب أن نقول كل الأشياء كما هي. في الحركة الإسلامية في إسرائيل جناحين، الجناح الجنوبي والجناح الشمالي. الجناح الجنوبي اللي مثله المرحوم نمر درويش وكان أقرب للمواقف الحكومية الإسرائيلية، وكان يعني فهمه للإسلام أنه إسلام مقبول، الإسلام اللي يقبل تقبل السلطات الإسرائيلية. الحركة الشمالية اللي بيقودها رائد صلاح هذا مختلف كليا، الآن هو سجن والآن يقيم بالاعتقال المنزلي، ممنوع يتواصل مع الصحافي، ممنوع يتواصل مع الجمهور. وهذا الرجل اللي هو بيقود هاي الجناح الشمالي يحرم الانتخابات للكنيست، يحرم وفقط يدعو إلى انتخابات بلدية خدماتية وليست سياسية، ويقول إنه الانتخابات في الكنيست يعني تصب في صالح تجميل الاحتلال والتعايش معه. وبالتالي في عنا يعني جناحين، جناح يتم رعايته ومحاولة إنه يكون بديل للتيارات القومية والبعثية إلى آخره، والشيوعية حتى واليسارية في إسرائيل زي الجبهة الديمقراطية للسلام والحزب التجمع الوطني إلى آخره إلى آخره. وبالتالي نعم هذا يعني جزء من الفسيفساء. هذا يمثل عرب 48؟ يعني هل هم منقسمون بالفعل؟ طيار منهم يؤيد، طيار منهم متصهين، يعني انتخب هذا الحزب ودفع به إلى السلطة، وتيار آخر مستعرب أو مؤيد لقيام الدولة الفلسطينية. يعني هل قسم عرب 48 في الداخل الإسرائيلي؟ المسألة يعني أولا وصفك لهذا لا أتفق معك فيه تماما، انه في جناح لا يحظى لا بقبول الجمهور بمعظم الجمهور، لانه في المساله معقده ايضا. يجب ان نعرف اصدقائي انه في اسرائيل حتى الاحزاب العربيه هي مندمجه الى حد كبير بالحياه السياسيه الاسرائيليه. هم الشعب الفلسطيني العربي اللي في داخل اسرائيل عمليا يتخذون ادوات السلميه بين قوسين الديمقراطيه لانتزاع حقوقهم الفرديه والجماعيه المدنيه والقانونيه. طبعا ان الانتخابات في الداخل الإسرائيلي انتخابات حرة، هذا ما أتحدث عنه. هل هناك عمق شعبي لهذا التيار أم أنه يصل بالتزوير مثلا؟ يعني أنا أتحدث لا لا هل لا. تفضل. لا 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 ليس التزوير، لأنه كل لأنه في إسرائيل يعني هناك أدوات لقياس الديمقراطية والشفافية، هذول الناس مختلفين يجب أن نقول ذلك أيضا. طيب إذن هناك عمق شعبي لهذا التيار، هناك عرب من 48 يؤيدون إسرائيل. هذا ما أريد أن أقوله. شوف قديش الواقع معقد وصعب، لأنه هؤلاء الناس شعبنا في إسرائيل هم يعتقدون أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بالحقوق إلى حد ما، طبعا مش كل الحقوق، إلى حد ما في المواطنة. هم عندهم مشكلتهم أنه يعني دولتهم ضد شعبهم، هاي إشكالية كبيرة صحيح. ولهذا السبب أحزاب مختلف الأحزاب العربية تعلي من المطالب القومية على 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 المطالب المدنية. عباس شو بيقول؟ عباس بيقول لا أنا إحنا نقدرش نأثر بالمطالب السياسية، خلينا نأثر بالمطالب البدنية، بمعنى أنه وقفوا الهدم، يعترفوا بالقرى اللي غير معترف بها، في 40 قرية غير معترف بها من سنة 1948. فبيقول إحنا بنقدر يعترفوا بها. طبعا هذا الكلام مش مزبوط بالمناسبة، يعني عباس بيقلب يعني للأسف. أنا متأسف أقول ذلك، لأنه بنت مبارح، نفتالي بنت مبارح في تصريحاته في قناة 12 نسف كل ذلك، نسف الاتفاق اللي وقعه عباس مع لبيد، وبالتالي كذاب. يعني متأسف أقول ذلك، أنا جد متأسف، أول ما بحبش أنا أكون حاد على فكرة، لكن هذا ما حصل. لهذا السبب اللي سيدي ما قلته أنت بدي أركز عليه، إنه الواقع صعب ومعقد هنا في داخل 48، داخل العمق الإسرائيلي، بمعنى إنه هذا عباس منصور لا يمثل فقط نفسه، هناك أربع مقاعد حصل عليها. مين هذولا؟ من هم هؤلاء الذين صوتوا من أجله؟ هؤلاء من النقب، من قرى فقيرة مزدحمة فيها بطالة، فيها جريمة، فيها مهددة بالهدم إلى آخره. على فكرة في هناك من يقول الآن في 48
في يعني الحكم الإسرائيلي بيقول إنه عباس كسر فكرة إبعاد العرب عن الحكومات الإسرائيلية من سنة 92، بمعنى إنه أسبغ شرعية إنه الحزب العربي يمكن أن يدخل الحكومة الإسرائيلية حتى اليمينية، بمعنى إنه هذا نفاق طبعا في النظام السياسي الإسرائيلي، إنه لا يريد أصوات العرب من أجل تشكيل حكومة. لا، هذه المرة هذه الحكومة، حكومة لبيد، اعتمدت على الصوت العربي من أجل أن تشكل حكومة. إذن في تغير جديد، وهذا إذن في بالتالي طيب. حتى لا يتداركنا الوقت، هل التكوينة الجديدة بقيادة لبيد بنت هي مفيدة للعملية السياسية الإسرائيلية مع الفلسطينيين ولوقف إطلاق النار ولجهود القاهرة، أم أن مسار نتنياهو سيستمر؟ أشكرك على هذا السؤال، هذا السؤال مهم. ماذا ما يهمنا بالضبط؟ أنا برأيي أن هذه حكومة متناقضة متنافرة، لا يجمعها جامع إلا ربما إسقاط نتنياهو أو إبعاد عن الحكم، وبالتالي أنا برأينا قد لا تستمر، هذا أولا. ثانيا، هذه حكومة أكثر يمينية من حكومة نتنياهو بما قالوا نفتالي بنت اللي هو رئيس وزراء، اللي ممكن يكون رئيس وزراء، قال أنه ستكون هذه الحكومة يمينية أكثر 10 مرات من حكومة نتنياهو. أكثر من ذلك سيدي، نفتالي بنت هو كان رئيس مجلس المستوطنات، يعني هذول الناس ضد، يعني ضد التسوية السلمية، ضد وقف الاستيطان، ضد الانتخابات في الفلسطينية. هذولا في 3 وزراء لازم ننتبه لهم: غانس وزير الحرب اللي خناق غزة، وليبرمان صاحب التهديدات الشهيرة، حتى تهديدات ضد مصر، ونفتالي بنت صاحب اللي بيقول انه هو مع فلسطين الكاملة او فلسطين التاريخية، اسرائيل الكبرى. بالتالي احنا امام عقليات منغلقة متطرفة متعصبة. السؤال هو الوحيد انه هل هذه الحكومة قد تخضع لإملاءات امريكية مثلا؟ برأيي انه لا، يعني ايضا اسرائيل لديها ضغوط، جماعات مصالح وجماعات ضغط هائلة في امريكا بحيث تشوش على بايدن. باختصار هذه حكومة لا تعد بالكثير، ولهذا السبب انا بقول انه الشقيقة مصر اللي بنحبها وبنقدرها امامها عمل كثير جدا امام مثل هذه الحكومة. طيب، الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، كنت معنا عبر سكايب من القدس، شكرا جزيلا لك. هل لك من تعليق؟ أنا عايز بس أدي الناس فكرة. أنا هو طبعا الدكتور بيؤكد على كلامي بشكل كبير، وأنا مع رؤيته الكاملة. يعني أنا بس عايز أقول إن الإخوان اللي هم الجنوبيين النقب بالذات، يعني كانوا يطلعوا كلمة كده على نتنياهو، سموه أبو يائير، هو ابنه الكبير اسمه يائير، فكانوا ليوفت كتير جدا منشورة في المناطق العربية: كلنا معاك يا أبو يائير. هم أول ناس قلبوا على أبو يائير، فدي عادة الإخوان زي ما في كل السياقات يعني. والفلسطينيين نفسهم مدركين، زي ما حضرتك شايف الناس من رام الله بتؤكد على هذا الكلام. فانا انا القصة كلها مصريا بقى، اللي هو ده يفيدني. انا بس متحفظ على فكرة ان الحكومة دي لن تستمر. اتصور ان كل واحد في الحكومة دي لم يكن يحلم ان يصل الى مكانه وهذا. يعني نفتالي بنت عامل ريكورد بان هو رئيس وزراء بسبع مقاعد بس، وهو اساسا مرشح ان هو كان ما يعديش النسبه الحاسمه، يعني ممثلش في الكنيسة لو حصلت انتخابات، لو ما تمتش الحكومه دي. فهو نفسه هيمسك في الحكومه دي بايده واسنانه لو صح التعبير. طبعا هيعمل مواقف متزايده، واحنا كلنا متوقعين دوت. وممكن هو كان قال في قناة 12 ان انا ممكن اعمل حرب ضد لبنان، ضد غزة في اي وقت. لازم يقول كده، منطقي، لان خاصة حتى الحزب بتاعه منقلب عليه بسبب ما يسمى بالتنازلات عن المعايير المعسكر القومي الصهيوني. لكن انا بقى مصريا استفيد من الكلام ده ازاي؟ التشابك والتخبط في المشهد السياسي الاسرائيلي يعطيني قوة، لان القرار في هذا الاطار لن يكون من تل أبيب، ولكن سيكون من واشنطن. أنا عايز بس أدي لحضرتك صورة كبيرة. أغلب المناصب السيادية في إسرائيل، إذا كانت في السياقات المخابراتية أو الأمنية أو الدبلوماسية أو السياسية، كلها بتتغير. فبالتالي كل واحد جاي في منصبه ما أثبتش جديد، إلا رئيس الموساد اللي هو دافيد برنياع اللي لسه ماسك، وأسقط غرق سفينة عسكرية إيراني. كبيرة جدا إيرانية في خليج عدن، وأقدم. وكمان من ناحية تانية لسه ضربين منصة بالأمن السيبراني بمنصة بترول. فهو محقق مكاسب في هذا الإطار إذا كان بنتكلم في الموساد. إنما كل السياقات جديدة،
حتى ما فيش اي حد هيستنى، فكله جاي بنصر حتى الرئيس. يعني يقال حتى الرئيس انها يعني دمرت معنويا اسرائيل في الحرب الاخيره بوصول طائرات مسيره الى اماكن حساسه جدا، ما زالت اسرائيل يعني تتكتم عليها حتى الان، وهو السبب الى دفعها الى انهاء هذه الحرب باي وسيله. ده في حقيقي ده من ضمن المحاور يعني فيما يبدو ان الحرب دائره ومن ضمن المتربحين او الكاسبين في هذه الحرب هي ايران، لان التكنولوجيا العسكريه الايرانيه هي اللي خلت بشكل كبير جدا الفصائل الفلسطينيه تقف قدام الاسرائيليين. لا وانا برضو لازم اكد على فكره ان الاسرائيليين كانوا عايزين يخرجوا المشهد بالشكل دوت نهايه بقى نتنياهو، وكمان هم كمان دلوقتي بيطلبوا مساعدات اسرائيليه عسكريه كبيره جدا من الامريكان ما كانوش هيعرفوا يطلبوها قبل كده. السياقات كله ليس على مباشرته اللي كان الناس بتشوفها. يعني دلوقتي الاسرائيليين، هل انت تتصور ان الاسرائيليين يسيبوا كل الاهداف بتاعتهم الاستراتيجيه والعسكريه تحت القصف بهذا الطريقه؟ الكلام دوت لا. هرجع لحضرتك لما كان صدام حسين بيضرب بالكاتيوشا، الاسرائيليين كانوا سايبين اللي هم كانوا بيحققوا اهداف استراتيجيه من ورا ده. وهم دلوقتي بيحققوا اهداف استراتيجيه بشكل او باخر. المؤسسات الاسرائيليه كانت عايزه تتخلص من نتنياهو، وده حصل فعلا. وسياق الدوله الاسرائيليه بيتغير برضه في عالم ما بعد كورونا، وده اللي احنا لازم نستفيد منه. والدوله المصريه بتمشي في الاطار ده بشكل كبير، وانا داعمها بصراحه رغم كنا منتقدين ومتحفظين على حاجات معينه. يعني في النهايه وقد تداركنا الوقت، هل المسار المصري فيه رأب الصدع وقياده مسار سلام جديد؟ هل هو صعب مع الحكومه الجديده؟ نفس السؤال الذي سالته لضيفنا، هل هو مسار سهل ام انه كما يعني انت تقول ان مصر الان تأمر، هل هو مسار سهل مع الحكومه الاسرائيليه الجديده ام صعب؟ هو طبعا في غايه الصعوبه، ما حدش يستنى ان احنا بنعمل تغيير غير تقليدي في المنطقه في عالم ما بعد كورونا والامور هتبقى سهله. بس اللي انا شايفه ان احنا ماشيين في اطار ناجح، ليس في هذا النسق بقى بس اللي داعمني في رؤيتي، ان احنا عاملين سياقات كبيره جدا وناجحين فيها. المهم ان احنا نستغل الامر براجماتيا زي ما امريكا استفادت مننا في التهدئه في هذه المنطقه، عليها ان تدعمنا بشكل او باخر في ملف السد الاثيوبي بشكل كبير في هذا الاطار. المهم ان احنا نستمر في هذه النجاحات، ندعم الدوله المصريه اعلاميا ليس بالتهليل المباشر، لان انا مش عارف ليه بعض محتفي بصور الرئيس واعلام المصريه في غزه. قبل كده على فكره من 3 4 سنين رفعوها، وبعد كده دعموا الارهابيين برضو. انا مش عايز ننخدع بهذه الامور الاخوانيه، نشتغل على الارض ميدانيا، والمؤسسات الوطنيه السياديه مركزه في دوا بشكل كبير، وكلنا داعمينها في الفتره الجايه ان شاء الله. ما حدث فيما يبدو ان المخابرات المصريه تقود بقياده رئيسها هذا المسار في الوقت الاخير. لا يسعنا في نهايه هذه الحلقه غير شكر الاستاذ اسلام كمال رئيس التحرير التنفيذي لمجله روز اليوسف. سعدت بالحوار مع حضرتك. سعدت معك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقه من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديده. كونوا دائما مع قناه أمير الاخبار. الى اللقاء.